انت وين عم تشتغل؟ بقلنا عرض. انت بال21 هذيك عم تشتغل. انت شغلك تمام؟ انت شو وضعك؟ والله انت يا معلم لازم نروح نفضي هاي بدنا نروح نفضيها بالارض رقم 30. الارض رقم 30 عقد رقم 30 وين كان موقع تفراي؟ ويمكن هو اللي تحت عن الموقع المسكر، ما على ما اذكر ذلك. بريكت ايوه هون صح. يب والله في مشوار، بس يعني اتوقع حاليا لازم نكون بنحط 100%، اتوقع ذلك. يعني اذا مو 100% لازم نكون يعني خلصنا جزء جدا منيح بالمشروع تبعه، وصلنا له البضاعة كلها اللي بده اياها. طيب اوبجكت بي، اللي هو هاد هذا فول كمان. ليش وقف كل الماكينات سوا؟ في شي غلط صار معلم. حتى ذاك الدركتور وقف، ليش؟ ايش فصلت الكهرباء عندهم؟ ولا خلص الدوام صار الساعة 4؟ هذا ليش وقف؟ انا بس بدي اسلم. دوام عنده. تمام. اي اندرستاند يو مان، طول بالك شوي. بنجيب لك الاشي اللي بدك يا بس طول بالك يا معلم. او هذا خليه يوقف شوي يتحمل. هذا ما المشكلة، هذا صار لازم نفرغ له كمان. يا الله بنعبيها بالطحين كلها، بنعبيها نفولها طحين ونروح بنشوف وين لازم نبيع طحين. طيب على الاقل طحين سعره وين احسن شي معلم؟ عم نزل هاي بعيدة كتير منا مصلحة بالباركر. طيب نروح على الباركر معلم. الباركر هون يا طيب. والله كلهم بعاد يا معلم، مو بس هي يعني صراحة يعني كله بعيد. وذول ما شغلتهم، هذا يكون هي المختصة الثانية. طيب روح 29,000 كويسة. 29,000 والله اتوقع لك من طفل 100,000. لك ما اتوقع من طفل 100,000، لازم من طفل 100,000 لازم، لان طفيناها حاج خلصنا. كون صورنا فيديو طويل جدا جدا صراحة، جدا جدا طويل، جدا جدا طويل. يمكن انتو تشوفوا على 4 اجزاء 5 اجزاء الله اعلم، بس طويل طويل جدا. وهذيك ما ملكي وهي ما ملكي، فما بنقدر نشغلهم ورا بعض. مو ما نقدر، ما فيها فومي، ما فيها فومي معلم. نطلع نقص بتزبط؟ والله تعال نجرب نطلع قص. لا نحن بدنا الطريق الاقصر ونروح نخلص حاج، استوينا. يعني بنجربه مال بالمر، بنجربه ونشوف شلون وننزل الفيديو. انتو طولنا كتير صح جد، طولنا كتير الطريق بهوي صراحة. يعني الطريق بهوي، هو اشي طلع صعب ولا جوز لانه تريلتين فالتركتور عليه صعب الطلع جوز هيك يعني. بس يلا بنشوف لو بطلع قدام يسد. الله يستر. والله شوف حاليا لا، بس السير تمام. شوف انا كنت عم بفكر لو اشتريت هاي العوضة شلون بدي احصدها، احص السجر فيها واشتغل فيها شغلات تانية. ما نقدر نزلنا مباشر كارباتي. كارباتي هون في عنا الاي خلص عم بيقلي. وين الاي معلم؟ وين الاي؟ يمكن ما بعرف هنا وين. نايس والله، في عندهم ملعب والله نايس، حلو جميل جدا. عم بقولش هالأرض الحمراء لوين موجودة وين مرقبة. نايس. تعرفوا شو المصيبة اللي أنا نسيت من 8 انتبه عليها ورايح لهون؟ إنه هون تدخيل التريلا بالعكس. والله دخيلك على الغباء المفرط عندي، ليش هيك؟ طيب في شارة أخرى؟ لا والله ما في شارة أخرى، لازم ندخل التريلا بالعكس. طيب أول شي نفصل التريلا الأولى هون، ندخل بالأولى هيك سيوي بشكل مستقيم عادي. يعني بتخلص، مو ما بتخلص، بتخلص لأن هي قصيرة أساسا. والله حلوة ديك تنقلب على الجنب، لو ما تنقلب على الجنب كنا هو رسمي. بس
زي ما تنقلب على الجنب، لأنه هي تريلا بدائية، تريلا تبعية الحنطة. إن شاء الله بنوصل 100,000 إن شاء الله. هلا إذا قلنا الستة ما نوصل، إذا أعطيني 18,000 لسه بدي كمان. يب شفتوا، شوف هي أول تريلا عنديك الدبل، في هي 8,000. يا تمام صح، أخذنا 5 وهديك بيطلع فيها 10، هي 10,000 بس، ما يطلع فيها أكثر، هديك صعب. يعني لسه بدناش قد 10,000، 77,000، يعني قول شي 23,000، يعني لسه بدنا كتير. يب لسه بدنا كتير، يعني نزلنا هيك، خلي يقلب لي الحمل على اليمين أو اليسار. يلا على اليسار، على اليسار، تمام. ما بدي اضل اقرب وارجع نهار كله، صعب معلم. ما بنضيع وقت، صار انا 89,000، ضل عندنا الهدف 11,000 و11,000 10,000 حتى، يعني عقدين العقدين المبيدات او عقدين السماد بس خلصوا، يكون خلصانين تقريبا تقدر تقول. يب طول بالك، عاجز. انا سمعت صوت تسبيح تقل من ورا بعد ساعة، تمام. وين بدنا نروح حاليا؟ على اين ارض؟ والله نسيت. هون شلون الشغل معلم؟ هون تمام، هون تمام. هذا راح يخلص الارض 22، ما خلصت والله، خلص العقد 22 لازم. خلص تمام، وقف معلم. الارض 21، روح عليها. إجراك حلو، ضل 4,000 بدنا، نايس. بس 4,000 يعني، بس خلصنا العقد هذا خالصين هكذا، يعني تستطيعون القول يعني. ويش اللي جابك؟ ويش اللي جابك؟ مش عارف ايه اللي جابك. والله يا معلم انا اللي بشوفه انه خلص اليوم، خلص كتلة العقود معها، يعني حتى ما اتوقع انه حتى نستنى عقد السماد تخلص يعني، او مش السماد. يب انه هون تقريبا خلصنا نحن، فيعني ما ضل شي عندنا. سهرة يفضي يا هم ليلي، سهرة يفضي. طول لي بالك لكن، خلينا نروح لك نفضي هذا، نفضي هاي. بينا ارض، هي نسينا يا زلمة، بينا ارض. انت طول لي بالك، ولا انت طول بالك، بينا ارض رقم 7 تمام. روح لي على رقم 7 اول شي، بنوصل هذا لهنيك وبعدين بنروح نفرغ الحمولة من عند هذا رقم 7. يب بس اتوقع تقدر تقول انه خلاص يعني قطعنا 100,000 الحمد لله، فلذلك راح اشتغل شوي، لانه في علي يعني دين اساسا بالبنك، يعني هو هيك كان في علي دين للبنك، البنك له علي دين 170,000، نحن مكسورين في هذا الرقم. فلذلك انا بس خلصت العقود، راح اوفي البنك اول شيء ونبلش نشتغل من اول جديد. يعني الفيديو او الاسبوع اللي جاي ممكن، يعني الفيديو هذا نزلها كلها باسبوع واحد، ما بعرف شلون السيستم راح يكون. المهم فجوا تشوفوا انتم بشكل يومي فيديو، طبعا انتم حكون شايفين فيديوهات، لا طبعا هي راح اطول شيء فاحكي لكم اياها من المختصر. طبعا عندي هي كمان فضيت، هي بتركها الفيديو الجاي او بعد ما نبلش بالهدف الثاني، نبلش نظبطها هي والحصاده ونظبط هالامور هاي. صار في عندنا مشكلة بالأرض كتير صراحة، مشاكل كتير وتركيزي يعني على العقود بشكل جدا كبير، فلذلك يعني خسرنا 5,000 صار 2,000، كنا 97,000. يلا عادي عادي، ضيعنا وقت كتير بالحكي، وهي 300 2 فضيو. يلا عادي تفضل تفضل. الآن ماذا سنفعل؟ لازم نأمن له هذا محصول. شلون نأمن له محصول؟ شلون نأمن له محصول؟ طيب خلينا نروح نفضي هاي بالأول، لأنه تأخرنا فيك كتير صراحة. لازم نسلم هذا العقد ونوصل 100,000، لازم لازم نوصل 100,000، لازم نوصل 100,000، لازم حتى نوصل 100,000 بعد ما نسلم هذا العقد، لازم 100%. طيب يعطيني مصاري،
105. نايس نايس نايس، 110 ممتاز جدا. خدهم ليش حق حجيه عشان بيعون هما اللي القمح القصب. اوه هون ارخص. لا والله هون بركر، لا والله هون اغلى. استوديو شو وصلنا عليه؟ والله تعرف شلون تصل عليه؟ بسكة قطار. انت ما راح تروح اكيد. يب عشان بدنا نروح سكة قطار نوصل عليه. طب اني ما راح استخدمه. طيب مو هون ترانس كومباني، مو هي اللي فوق؟ يس ترانس كومباني، يس يس يس. فاذا لازم نحن القطار من رجع منه لهون. طيب شلون بدنا نرجع؟ بسيطة. شوفوا شو حسوي لكم بالقطار. وين القطار؟ أين أنت أيها القطار؟ ارجع 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 ارجع. طبعا حلو إنه القطار لقدام لورا نفس السرعة بيمشي. شوفوا وصلت منين مباشر. حلو هي 13000، ممتاز جدا جدا جدا، جميل. بس خلينا نفضيها وبعدين ننهي العقد. تقريبا خلصت ضمان شيء. يب حتى خلص اليوم، لازم ننام. هاي محطات بتفضي القلب. طول بقى 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 طول بقى. وين 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 وين؟ قوة قوة قوة. ولا هيك هيك لازم يكون قطع طاعي يسار إليكم. شلون ما فضي بقلبه هيك رقم معلم؟ والله ما بعرف معلم. انت لازم بتفضي بقلب المحطة، والمحطة هي بتفضي بقلب القطار، لأنه ما تقدر انت تفضي بقلب القطار. يب نعم نعم يا سيدة نعم. بس شوفوا هون مخدم القطار بشكل جدا جميل، انه تقدر تستفيد منه بشكل كامل. يعني قربنا قرب لنشوف. هلا هي ما بتصير، هي ما بتصير. يمكن هي تتحمل. بس شوف اذا ما وصلت عليها فما راح توصل اساسا، ما راح توصل. خلاص امشي 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 امشي، روح كمل كمل. خلاص بنفضي بهي، وهي هي بتنزل قلب القطار. يب انت شلون مصممينها يعني؟ يعني اجباري بدك تدخل عليها بسيارة بس. عجب. هلا هذا صار ينزل برصيدي. ايوه هو كون خلص العقد. ما خلص العقد صح. تو 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 لازم ينزل برصيدي. يب عم بينزل برصيدي. الرصيد عندي ب 600000. نايس. اوه 888 حلو. شكرا لك يا معلم. طيب خلينا نسوي كولكت لهذا المشروع. يس تمام. وهلا بنروح على القطار ونقول له عبينا معلم، بعدين بنحط ورانيه ونرجع على الارض. والله كان انا ليش جيت ما جيت لهي. بس هاي نفس الشيء، هم ولا هو نفس الشيء، نتيجه واحده. والله الحلو انه عم بيشتغل القطار. موقف لماذا نحن هنا؟ والله قطاري بيسع كتير. لو اذا 10% 12000، انت شو قاعد يسعوا بال 100%؟ 120000. والله كمية منيحة مولي. شو هاد؟ هذا مكان بيع الخشب. بس طبعا لا يتم عبر القطار. لا والله ممكن ينقل، يتم النقل عبر القطار. لو شفتوا 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 شو حلوة سوريا. ارجع معلم ارجع ارجع ارجع. وصلنا 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 وصلنا. اوقف اوقف ستوب. شو بدنا نفرغ عود؟ ال لا مو ال. لا طول بالك، بدنا نعرف اين فرقوني بالاول. هي لا هي يمكن هي مو يمكن هي الثانية. يب الثانية صح.
يب 10000، ممتاز نايس 10000، ده 10 حتى مو 10000 يطلعوا. وهون ان شاء الله بده العقد هذا يخلص معلم، العقد ب 21 لسه بده والله منيحة، هاي بده هون كتير لسه والله، هون لسه بدنا. المهم رح نحني وتاك 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 وتاك، وبس بيكون هون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا جبنا الهدف اللي هو كان 100000، وجدنا نجيب 132000، وشكرا لكم، شكرا لكم للمشاهدة، وبعتذر عن الإطالة اللي هي ممكن تشوفوا هذا الفيديو خلال أسبوع أو شفتوه يعني خلال أسبوع خلصنا هلا. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسونا في اليوم تجي حلقة جديدة عن محاكي المزرعة، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.